فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن الترمذي وكتاب الطهرة. أي أحد يريد يحضر معنا الدرس أنا أقبل يده على ذلك، أتشرف ونتشرف جميعا بهذا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ثم ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل. لو كان في وقت، لأنني الآن تعبت والوقت طلبي، لا استخدمت السبورة وبينت لكم كيف التعامل مع علم الجرح والتعديل مع الرواة على ما يعني درسنا وتدربنا عليه مع فضيلة الشيخ مصفر بن غرام الدمين رحمه الله تعالى، جعل الله في عليين، ومع فضيلة الشيخ أطال الله في عمره ومتع به محمود عطية، وكان الأكثر في التحقيق العملي مع فضيلة الشيخ محمود عطية، وكان التأسيس النظري كان مع الدكتور مصفر في الجامعة، لكن مع الشيخ محمود كان التحقيق العملي في هذا الباب. فكنا نأتي بالراوي في الوسط، ويكون المعدلون في اليمين، المجرحون في اليمين، والكلام على مسائل ابتداء من يقدم من يؤخر في بلدي الرجل، وأيضا في مسألة المعاصرة له دون صبر الرواة وتقسيم الكلام عليه، وأيضا القرائن المحتفة التي تكون يحمل فيها الجرح، لأن الجرح لو جاء مطلقا قد يقيد بحال الذي أطلقه، كيحيى بن معين مثلا عند قولي لا بأس به وغير ذلك من هذه الألوان، أنه يقصد به ثقة في هذا الباب. فهي لابد من هذه القرائن، ثم بعد ذلك عندما تزن الميزان بين المعدلين والمجرحين يأتيك القول الفصل في الراوي. عبد الله بن محمد بن عقيل صراحة خلاف فيه عريض. عبد الله بن محمد بن عقيل الخلاف فيه عريض، فمنهم من ضعفه وكثير من ضعفه، ومنهم من وثقه، وهؤلاء قلة أيضا. وقال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث. هنا محمد المقصود به من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. قال: هو مقارب الحديث. مقارب الحديث يبقى إذن الضعف فيه يلوح لكنه لا يغطي على روايته. الضعف فيه يلوح لكن لا يغطي على روايته، يعني لا ينزل عن درجة الحسن. وفي قولي: تحريمها التكبير وتحليلها. قال: مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور، وهذا عجيب جدا أنه شبهها بالشيء المغلق الذي يكون فتحه، وهذا معناه أن الحدث مانع من الصلاة، مغلقها مانع من الصلاة، ومفتاح ذلك الطهور يعني الطهارة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. شوف، لما تلبس بالحدث منعه، كان مانعا له من الصلاة. ده قال: مفتاح الصلاة الطهور. وأيضا إذا قلنا للصلاة مفتاح وهو الطهور، فالصلاة أيضا مفتاح الجنة. الصلاة أيضا مفتاح الجنة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وقد قال النبي: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. يقتضي أن تكبيرة الإحرام هنا ركن من أركان الصلاة، وتحريمها التكبير. وقال: تحريمها، المعنى أنه عندما يكبر يحرم عليه ما كان حلالا من كلام وطعام وشراب وغير ذلك، فتحرم عليه. يبقى إذن التكبيرة سميت تكبيرة الإحرام
لأنها تحرم عليه الحلال والمباح الذي يستخدمه عندما يدخل إلى الصلاة، لأنه بين يدي الجبار سبحانه جل في علا. وقوله وتحريمها التكبير، أخذ العلماء في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن. العلماء يقولون بأن تحريمها التكبير المقصود به هو التعظيم والتبجيل. لما كان هذا المعنى عند الفقهاء اختلفت أقوالهم، فقال أبو حنيفة يجوز التكبير بكل لفظ، الله الأعظم، الله الأكبر، الله العظيم، الله الكريم، نعم، بأي لفظة فيها تعظيم لله جل في علاه يصح التكبير بها. وهذا متعلق ضعيف جدا في هذا الباب، بل المقصود الأسمى، وإن كان التكبير التعظيم والتبجيل هو مقصود، لك المقصود الأسمى التعبد باللفظ، ولقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والإمام الشافعي قال يصح التكبير بقوله الله أكبر، الله الأكبر. قال والزيادة هنا زيادة لا تدل على التغيير، بل هي ممتلئة في المراد، لأنها زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى. والصحيح أنه وإن لم تخل باللفظ ولا بالمعنى خالفت الأصول، إذ الأصول صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصول أصلا بقول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والألفاظ تعبدية هنا، لذلك لا يصح الدخول في الصلاة إلا بقوله الله أكبر. فمن قال الله الكريم الحليم العظيم، من قال الله الأكبر، كل ذلك لا يصح. والصحيح هو التكبير المشهور الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأبي وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك لما قال تحريمها التكبير يقتضي اختصاص التكبير بالصلاة دون غيره من اللفظ، لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو من باب شأنه التعريف كالإضافة وحقيقة الألف واللام، إجاب الحكم لما ذكر ونفي عما لم يذكر، ومعناه الحصر. قوله وتحليلها تسليم، يعني يحل له ما حرم عليه عندما كبر، فيحل له كل ما حرم عليه بعد أن يسلم، فإن سلم حل له كل ما كان حراما له من طعام وشراب وكلام وسلام ويعني حركة ومشي وقيام وقعود، كل ذلك صار حلالا له، لأن النبي قال وتحليلها التسليم. ومعناه هنا خلاف الأحناف، الحنفية يرون أنه يمكن أن يخرج من الصلاة بأي شيء، حتى لو تأخذ وضوءه ما دام قد جلس قدر التشهد فإنه صلاته تكون صحيحة في هذا الباب. والصحيح أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، عموم قوله تحريمها، قال وتحليلها السلام، وتحليلها السلام. أما قوله هذا أصح شيء في الباب، الحديث أخرجه الشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيلة عن ابن الحنفية عن علي، قال البزار لا يعلم عن علي إلا من هذا الوجه. وقالوا أبو نعيم تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي. قال العقيلي وفي اسناده لين هو أصلح من حديث جابر. وقال الزيلعي في نصر الله قال النووي في الخلاصة هو حديث حسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. أنا قلت لو أردنا كنا أتينا بالسبورة، لكن الوقت لا يسعفنا. وفي قوله وفي الباب عن جابر وأبي سعيد، حديث جابر أخرجه أحمد والبزار والترمذي والطبراني من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه. أبو يحيى القتات ضعيف، وقال عندي حسن. وابن العربي قال حديث جابر أصح شيء في هذا الباب. وعن حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي سنادي أبو سفيان بن طريف وهو ضعيف. وقال الترمذي حديث علي أجود إسنادا من هذا يعني الذي سرد. وقد أخرج الترمذي حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة في باب ما جاء في تحريم الصلاة وفي تحليلها. الفوائد المستنبطة. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد وعن ابن عباس وغيرهما. الفوائد المستنبطة: الطهارة شرط من شروط الصلاة،
يبقى المطلق على إطلاقه ما لم تأتي قرينة تثبت التقييد وتحريم والتكبير. قد يقول الله الكبير كما قال الشافعي، لكن احنا قلنا النص غالب. الألفاظ التوقيفية لا يجوز تغييرها، الألفاظ التوقيفية التعبدية لا يجوز تغييرها. لذلك قلنا للشافعي حتى ولو كان الألف واللام تمتلئ، حتى لو الألف واللام تمتلئ نقول له لا تفعل، وأتي بما جاء النص به لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد مرة واحدة عن النبي أنه قال الله الكبير، بل كان يقول الله أكبر. نعم. الآن أترك لكم أنتم تفعلون ذلك بنا وبكم. قلت يعني من أجل الأسئلة وأهمية الأسئلة، التعليقات الكثيرة نجتزئها نختزلها. الآن أترك دقيقتين للأسئلة، تفضلوا. أنا يعني ماذا أفعل؟ ماشي. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.